أصدقائي، ورجعنا لكم تاني في الجزء التاني من الحلقة. النهاردة بنرحب بالدكتورة رضوى مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ومعانا كمان ضيفتنا المهندسة ميرفت علي، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية ومرشح سابق للبرلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا بيكم. دكتورة رضوى، النهاردة عايزين نقول كل سنة وانتم طيبين، تقوليها لمين؟ هنقولها لاخواتنا طبعا المسيحيين، وانا بقول لهم في الاقباط يعني مصري، كلمه قبطي يعني مصري. طبعا. فكل سنه وانتم طيبين، الاقباط المسلمين والاقباط المسيحيين. كل سنه وانتم طيبين. باشمهندسه ميرفت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وطبعا التهنئه من جهتي لمصر كلها. واحب يعني اقول للناس تفائلوا، ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير، اللي جاي كل سنه وانتم طيبين. وانتم صحه سلامة. فقرتنا النهارده يا جماعه، يعني انا لما يكون عندنا نموذج مشرف من المراه المصريه، نموذج ليه عطاءات كتير، ليه جولات كبيره جدا في خدمه المجتمع وخدمه المراه وخدمه المجتمع المصري في كل محافظاته، قدروا في الفتره اللي فاتت ان هم يطفوا روح البهجة والسرور والسعادة على أطفال ونساء وكبار، عملوا خدمات كتير جدا. يعني لو قلنا أن احنا عشان نتكلم عن الخدمات اللي عملوها هنعمل حلقات، لكن النهاردة في نموذج مشرف للمرأة المصرية، هنتكلم معاهم عن مشاكل المرأة المصرية اللي بتواجهها، وإزاي أن هم قدروا يواجه المشاكل دي ويكونوا ناجحين. عبير، أول سؤال. بما أننا احنا هنتكلم عن المرأة دلوقتي وعن مشاكلها الخاصة بيها، هتحبي حضرتك بقى نتكلم في اطار البيت ولا الست بره؟ لو حضرتك لكي مطلق الحريه. طيب. باي سؤال. طيب. انا كامراه، ايوه، يعني خبرتي في كل الازمنه اللي حصلت كامراه مصريه محبه لوطنها ولاسرتها. طيب. ابدا السؤال. نقول السؤال. السؤال دلوقتي من وجهه نظر حضرتك، هبداها بقى الحلقه حبيبي كده. في راجل ممكن يغير من زوجته او كده لو هي في منصب اعلى منه او بتاخد حتى راتب اكتر منه، ولا في احنا كده هنخش في الغويط على ايوه طول. ما انا بقول لك عشان الحلقه هبداها لك بقى سخن كده. ماشي، بس ما تزعلوش مني ايها الرجال، 99.9% من الرجال بيغيروا من زوجاتهم لو حسوا بأي تفوق من أي نوع، حتى لو طبخة ماهرة وشكروا فيها ناس تانية. هي بتأكله يعني، يعني 99 يعني كده حضرتك بتعممي. لا يا حبيبتي، هو هي الفكرة إيه؟ المجتمع بتاعنا ثقافته أنا الرجل، أنا الأعلى في كل حاجة، أنا اللي كل حاجة بعملها هي الصح وهي اللي هي مسار اعجاب. لما يحس ان زوجته اللي المفروض ان هي بيعتبرها اقل منه في كل حاجه تتفوق والناس كلها تنبهر، دي بتضايقه. هو غيره فيها محبه برضه. يعني انا لما بمتلك حاجه غاليه عليا هغير عليها، انا بفترض كده ودي حقيقه. يعني هم بيغيروا من منطلق ان دي بتاعتي اللي انا بحبها، حب الامتلاك يعني. يعني نوع من الامتلاك بس محبب حتى للست نفسها. طيب انت انا لما جوزي يغير عليا ببقى مبسوط. بس غيره معقوله. تمام. لما نيجي نتكلم على 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 ده، وعلى اساس ان كل الرجاله او 99% منهم بيبصوا هذه النظره، احنا يجب ان اي رجل لما بتكون زوجته ناجحه او بنته ناجحه او اخته ناجحه بيبقى فخور بيها. ده الراجل الطبيعي. الراجل مش الطبيعي ده مش 99%. دكتوره رضوى، لو قلنا نموذج المراه الناجحه، ايه الخطوات علشان المراه تبقى ناجحه وتتحرر من قيود المجتمع؟ هي اول حاجه لازم يكون عندها الامكانيات اللي تنجحها. الامكانيات اللي تنجحها. وبعدين كلمه امكانيات بس علشان اللي يعني بيشوفونا، امكانيات شخصيه، تمام، وهنكه وحسن تصرف ومتعلمه مثقفه، كمان تعرف تدير الامور بسهوله يعني. طبعا. دي طبعا ميزه كويسه قوي، وفي نفس الوقت ما تزعلش جوزها. انت معادله صعبه. هو الزوج طبعا، الزوج الناجح
القوي هو عمره ما هيغير من زوجته يعني. احنا معانا مكالمه تليفون. معانا مكالمه تليفون. الو الو الو. طيب حاولوا ان انتوا كمان نشوف المكالمه التليفون ونعود نكمل تاني كلامنا. دكتور رضوى. يعني بيقولوا دايما ايه وراء كل عظيم امراه، دي حقيقه. بس في ستات لما كنت بكتب على الفيسبوك كده بيقولوا لي جنبه مش وراه. جنبه وراه كل حاجه وقدامه كل يعني على طول ما تبقى معاه اكيد. يعني احنا مش هناخد كلمه وراه يعني معناها ان هي في الخلف، هي الداعم ليه الساند ليه. هو اكيد تمام. اكيد بتبقى هي داعم جامد. نجاح المراه طبعا ما جوزها بيسمح لها ان هي بتروح في مجتمعات ومثلا زي حزب عندنا زي الاحزاب وفي مؤسسات تانية، فاكيد ده نوع من الدعم. طبعا. هو مجرد ان هو موافق فده دعم يعني. تمام. بيبقى خايف ان هي ما تنجحش يعني. لحظه تاني معانا. الو الو يا جماعه احنا مش سامعين في الاستوديو المكالمه. الو الو الو. ايوه مساء الخير. كل سنه صباح الخير. صباح الخير طيبين. وانت طيبه. مين معانا؟ حنان حسن. اهلا استاذه حنان. اهلا بيك. اهلا. احنا النهارده معانا نموذج مشرف من المراه الناجحه، دكتورة رضوى مصطفى والمهندسة ميرفت علي. تحبي تقولي لهم ايه وتحبي ان انت تسأليهم في ايه؟ احب اقول لهم انتوا نموذج مشرف لسيدات مصر واحنا نفتخر بيكم. وانتوا بتناقشوا حاجات مهمة جدا للمرأة وانتوا ناس مهمة في المجتمع، واحنا بنتشرف ان انتوا بتمثلونا في كل المجتمعات. وفعلا احنا كمان بنتشرف بوجودهم النهارده معانا، وان هم هيحكي لنا ويحاولوا ان هم يقولوا لكل الستات اللي بيشوفونا ازاي هم يقدروا ان هم ينجحوا ويوصلوا ويبقوا نموذج مشرف زي ما هم موجودين معانا. كل سنه وحضرتك طيبه. طيب طبعا حضرتك موافقه ان على 99 من الرجاله بيتغير من مراتاتهم من نجاح الزوجه؟ طبعا. طبعا طبعا. يبقى كده كملنا 100%. نقول حضرتك 99 عشان ما نبقاش كدابين، ممكن نقول 95% وفي ال 5% بيساندوا زوجاتهم لانهم بيلاقوهم واجهه مشرفه ليهم. طيب ما انا اقول لك حاجه، طب ما نخليهم 80. طيب يعني حرام يعني. دي 99 وهي 95 تمام. 95% بس فعلا في ناس. اولا طبعا انا سعيد جدا بمكالمتك واتمنى على طول تشوف الحلقه، لان في مفاجات في اخر الحلقه لازم تنتظرينا وتسمعينا. اكيد طبعا. طيب واكيد النهارده وعلى طول هيبقوا معانا على طول الدكتوره رضوى المهندسه ميرفت علي، ونكمل كلامنا معاهم ويا ريت تشوفونا وتتابعينا. بشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيبه. الشرف ليا وكل سنه ومصر طيبه وسيدات مصر طيبه. ربنا يخليك يا فندم. نكمل دكتوره رضوى. يعني هي مجرد موافقه الزوج ان مراته بتنزل تشتغل في المجال العام يعني، فدي دفعه قويه يعني. التكمله بقى انها تنجح دي عليها هي. تمام. عشان توفق بين بيتها وزوجها واولادها والشغل وشغلها، دي عايزه يعني مجهود جامد قوي منها. تمام. طب انا اقول لحضرتك دلوقتي، حضرتك بتقولي ان هو بينزلها عشان تشتغل. يعني هو بيوافق لانها تنزل. طب هو منزلها عشان تفشل ولا تنجح؟ يعني ولا هو ده اختبار ولا يعني هو مش بيمنع يعني مش بيمنع يعني بيعمل اللي عليه وعارف ان هي هتفشل. لا ليه تفشل؟ طيب ما انا قصدي نجاحات اكيد. لا انا برد على حضرتك ان هو طب ما هو يبقى كده داعم، ما يبقاش هو بيغير بقى. لا داعم هو الدعم اكيد لازم يكون داعم. يبتدي هو انا مش بدافع عن الرجاله والله، بس انا بتكلم ايه 99 كده. وليه ما بدافعش عن الرجاله؟ احنا لا في كده وفي كده. انا ابني راجل واخويا راجل وجوزي راجل وكلهم انا بحبهم وعايزاهم ينجحوا اكتر مني. بس انا ماشي، بس انا مهندسه ميرفت لو قلنا ايه التحديات اللي بتواجهها المراه في المجتمع العربي بالذات؟ شوف حضرتك الموضوع ده عايز حلقات. كويس. احنا طب ايه التحديات اللي انت واجهتيها؟ انا شخصيا ربنا الحقيقه كان حظي كويس في الحياه ان انا يعني كانت اسرتي اسره طيبه وكانت بتشجع البنت انها تتعلم، وده يعني في الوقت بتاعي ما كانش متوفر قوي. دلوقتي تجوزت من راجل محترم وبيحترم المرأة وبيحترم عملها،
فأنا بالنسبة لي مش مثل لكل السيدات. أنا لما بتكلم أنا بتكلم على المشاكل اللي بتوصلني، التجارب اللي حواليها، المشاكل اللي بتوصلني. تمام. أنا الحقيقة يعني مثلا هقول مثلا في دعوة من بعض، يعني قبل ما أتكلم مشاكل المرأة، خلينا نقول 70% منها بسبب المرأة. صحيح. ليه؟ هتقولي لي ازاي؟ المرأة هي اللي بتربي الأم. الأم لما هتربي ابنها على إنه يحترم المرأة انتهت المشاكل. لكن للأسف إحنا مجتمعنا ما بيعملش كده. الأم دايما بتشجع ابنها، أنت الولد، أنت 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 أنت. ذكوري، مجتمع ذكوري. هو مجتمع، مش عايزة أتكلم ذكوري. ما هو أنا بطلب من إن الرجال يبقى راجل. أنا ما بطلبش منه إن هو يبقى ضعيف. علشان شايفكوا بتهاجموا الرجل. انا عايز اقول لو انتوا نموذج مشرف للمراه، فاكيد ورا كل شخصيه من الشخصيات العظيمه اللي قدامي رجال قدروا ان هم يخلوكوا انا حظي كويس. تمام. لكن انا لما بتكلم دلوقتي يعني حقيقي بقت معظم المشاكل اللي بتوصلني غير مقبوله بالمراه. تمام. من معاملة الرجالة للستات دلوقتي. طيب دكتورة رضوى، لو قلنا ازاي نعمل المعادلة دي، ان الست تقدر تقنع جوزها، لو قلنا هو المعوق، نقول المعوق الاساسي ده على رأيكم، لو هو المعوق الاساسي للنجاح. المعوق الاساسي كويس. لا ده هو الدافع. هو الدافع. طيب في عندنا حاجتين، البيت والولاد والعمل والنجاح. أيوه. ازاي نعمل خلطة سحرية حضرتك عملتيها وقدرتي تتواجدي بالنجاح؟ لو وفقنا من الاثنين عمره ما هيبقى معادي ابدا. تمام. يعني هيبقى موافق وكل حاجه، بس انا قصدي اقول ان هو يوافق ان احنا ندخل العمل العام كالحزب مثلا اللي احنا فيه. تمام. فدي بدايه كويسه. النجاح بقى يعني هي الست بقى، يعني قدرتها وذكائها وثقافتها ومعاملتها الكويسه، وفي يعني حاجات يعني شخصيه. تمام. ان الواحده ممكن تنجح، فده الست بقى كويس. النجاح الست اللي هي بتختار طريقها علشان تنجح. ايوه، تنجح بقى بقوتها هي. تمام. مجهودها هي. بس لازم يبقى في داعم ليها. لازم. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، كل برضو مشاكل الست بترجع لجوزها. يعني مثلا هو لو داعم ليها غير ان هو ضدها، ده بيهدها نفسيا على الاقل، مش هتنجح. بصي، لو هي لازم برضه يبقى في حنكه في تعاملها مع جوزها الست، يعني وما تحاول ما تاثرش، يعني لازم تبقى تعمل مجهود اكتر طبعا عشان ما تاثرش. البيت الاول. طب يعني الاولاد الاول. من وجهه نظر حضرتك ان هي مثلا، لا من وجهه نظر حضرتك ان هي مثلا تفضل البيت ده يبقى اهم حاجه ليها وما تخرجش بره تشتغل، ولا افرض ان هي مش قادره؟ يبقى ما هي قالت من شويه، قالت لازم يبقى في خلطه سحريه ما بين الاثنين. لا لازم انا يبقى مش قادره وده مش قادره، يبقى تكتفي بواحد بس، لان مش هتنجح في الاثنين. بس في حاجه على فكره، المجتمع دلوقتي تطور وفي انفتاح في كل حاجه، ان الست تقعد في البيت ده في منتهى الخطوره. ان هي تقعد في البيت بس هتعمل حاجات غلط. هي لازم تشتغل. بس ممكن تشتغل وهي قاعده في البيت على فكره. ممكن تشتغل وهي قاعده في البيت. برضه سهل الموضوع ده يا جماعه. طبعًا. بس حاجه دكتوره باشمهندسه مربت، باشمهندسه مربت، لو قلنا يعني مرشح لا اكمل بس النقطه دي بعد اذنك. اتفضلي. يعني انا عايزه اسال لو او على فكره في دعوه منتشره دلوقتي الست تقعد في البيت. ماشي. طيب لو الست قعدت في البيت يا جماعه، كانت ميركل لو قعدت في البيت كان حصل ايه؟ المانيا مثلا، تاتشر، اليزابيث، ميري كوري، الناس يا جماعه، في ستات قادره وعندها الموهبة وعندها الذكاء وعندها القدرة، القدرات اللي هي زي الراجل وأكتر، تقدر تعملها. إحنا ليه لما يكون واحدة عندها هذه الموهبة وهذه المقدرة بنقولها لا ارجعي لورا وقعدي ما تعمليش حاجة؟ هيردوا على حضرتك ويقول لك إيه؟ مش كل واحد عنده المقدرة دي. ما أنا هقول لك، في سيدات موهبتها انها تعمل بيت جميل واسره سعيده، خلاص هي دي الموهبه عندها. في ست اخرى يعني مثلا الممرضه دي من غيرها هنعمل ايه؟ طيب في المستشفى يعني في دور للمراه في المجتمع هام جدا ما نقدرش نستغنى عنه مهما كان صغر الدور. انا هقول حاجه، انا
في سيده بسيطه جدا اللي انا بشتري منها الزبده، انا بشتريها منها لانها بتيجي من الارياف والزبده البلدي الحلوه المحترم. هذه السيده اقسم بالله لو حضرتك استدعيتها هتلاقي علم وثقافه. اولا هي سيده ملبسها بسيط، بسيط جدا جدا وكلامها بسيط، تقول لي احنا ركبناها الحمار لمؤاخذه بالمشجلب. الست دي انا بقعد جنبها على الارض اسمعها لمده ساعتين ثلاثه ما بزهقش. طب بتقول ايه بقى؟ بتقول ايه؟ بتقول له حكم، مش هقول لا ايه الحوارات اللي طالما قالت الجمله دي؟ بتتكلم في السياسه؟ لا مش مش لا 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 هي تقدر تتكلم في السياسه. فظيعه ست هايله الست دي، يعني سامع كويس. اسمحي لي، الست دي بتيجي من بلدها بتركب مواصلات شايله جزء يعني كميات من الاشياء يعني عشان تبيعها، وناجحه جدا وست جميله. انا نفسي بقيت مبهوره بيها، وهي مش متعلمه وما فيش معاها اي حاجه غير سلاحها الذكاء الفطري بتاع المراه الريفيه الجميله. ودول ولهم دول كلهم ليهم كل التحيه والتقدير. فدي انا اقول لها تقعد في البيت ازاي دكتوره؟ ازاي دكتوره رضوى؟ لو قلنا لو قلنا ايه طبعا في تحديات واجهت حضرتك، وازاي قدرتي تتغلبي عليها بلمحات بسيطه؟ علشان كل اللي بيسمعنا اكيد في ناس هتمر بنفس التجارب اللي حضرتك هتقوليها. شوف انا عندي ثقافه دينيه يعني من صغري شويه، فستنا خديجه رضي الله عنها وارضاها هي كانت سيدة أعمال ولها تجارة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيشتغل تحتها يعني كان بيشتغل عندها. فدي أكبر مثل بيدينا إن الست لازم تشتغل وتبقى ناجحة وهتنفع رجالة كمان يعني. طبعا. في كل الأحوال في أمثلة كتير على نجاح الست، هو بس المجتمع بتاعنا يتربى إنه يتقبل إن الست تبقى ناجحة وتبقى اعلى يعني في اعلى درجات ممكن تبقى رئيسه يعني. حد يعني ما افتكرش ان المصريين يعني يقبلوا ان الست تبقى رئيسه او رئيسه وزراء مثلا. الغرب قابل، باكستان قابل. والله اقول لحضرتك في الفتره الاخيره دي في عندنا اكتر من وزيره، اكتر من يعني ليه ما يبقاش ده موجود طالما هي تستاهل وتستحق ان تكون موجوده؟ بشيد للرئيس السيسي. أيوة. من نجاحاته. أيوة. من نجاحاته. أيوة. من عمل كده انه عين وزيرات. ده بالعكس انا شايف في الفتره الاخيره في ظل قياده الرئيس السيسي وجود المراه بشكل خطير جدا وتمكينها بشكل قوي جدا بقى موجود بشكل أصلاً. خاص جدا وليه كل التحيه والتقدير، لان فعلا كل مرأة مسكت مكان قدرت تثبت انها فعلا المرأة ليها دور مهم جدا في المجتمع ومشاركته. حضرتك شوف سيادة الرئيس بيعامل زوجته ازاي، السيدة الاولى، شوفوا بيعملها ازاي عشان تحس الرقي. الرقي في المعاملة. مش بس ده، بيعامل كل سيدات مصر ازاي. كل الستات على فكرة، بالعكس انا عايز اقول حاجة، ده هو بيتعامل مع كل سيدات. دي حقيقة. دي حقيقة عشان البيئه بتاعته اصلا. بالعكس يعني هو كان كمان بيقول برضه والدتي كده كمان ان هو لما بيلاقي ست عندها صعاب بيتم تكريمها وفعلا فعلا فعلا بيحتوي وقدر في الفتره الاخيره انه يعطي للمراه حقها اللي كان في الفترات اللي فاتت ما كانش موجود بالشكل ده. نقول نصيحه لكل مراه مصريه ايه تقول لها ايه علشان تبقى ناجحه اكتر؟ هي لازم تجتهد. وبعدين في كل هنطلع فاصل. أيوة. ونرجع تاني نكمل كلامنا. تمام.
أصدقائي رجعنا لكم تاني، وكان عندنا في الأسبوع اللي فات أكتر من مسابقة. كان المسابقة الأولى كانت من لامور. لامور كان مقدم لنا جائزة 250 جنيه ومجموعة الحفاظ على الشعر، مجموعة منتجات للحفاظ على الشعر والبشرة. اسحبي لنا ورقتين. سلمى ياسر، ازيك يا سلمى؟ ازيك يا سلمى؟ صوتك علي، صوتك ادي اول اسم. الدكتورة رضوى، نقرا الاسم الاولاني، والدكتور ومهندسة ميرفت. الاسم الاول عوض صفوت فكري. الف مبروك عوض صفوت فكري، فاز بمجموعة من المنتجات. الاستاذ صبحي محمد علي. صبحي محمد علي ده الاسم الثاني، نسحب اسمين يلا. كمان يلا. مبروك يعني سلمى وستات اللي هي ما غلطتش. اسمي كمان، اسمي كمان ده اخر اسم. يعني الاسمين. شركه الفراعنه، شركه الفراعنه بتقدم 250 جنيه. دي سيراميك؟ لا شركه فراعنه مقاولات. مقاولات للمقاولات العرميد والسيراميك. منير جابر. منير جابر الف مبروك، فاز 250 جنيه. ده الجايزه ايه بقى؟ 250 جنيه. الف مبروك الاستاذ محمد عبد الرحمن عبد السلام، فاز في ان مصر دوت كوم وموقع اي جي بوكينج دوت كوم. الدكتوره داليا، دكتوره داليا عبد المجيد. عايزين نقول يا اصدقائي ان احنا النهارده نرجع تاني ونقول بسرعه رساله حضرتك بتقوليها لكل مراه، وبالذات نختصر كلمه الدعوه لعوده المراه للمنزل. حضرتك كنت عايزه تتكلمي فيها. عايزه تقولي ايه بالنسبه للجزئيه دي؟ لا هو يعني انا بتمنى من كل قلبي ان الرجل يقدر المجهود الجبار اللي المراه بتعمله، اللي هو باختصار شديد مربية، دكتورة، ممرضة، مدرسة، بتوصل الولاد، بتقوم بكل التزامات البيت، وكمان بتعمل خارج المنزل. فلو سمحت رفقا بالقوارير. دكتورة رضوى تقولي ايه لكل الجمهور اللي بيشوفك النهاردة؟ انا بوجه كلامي للحكومة والرئاسة وكل البلد، يعني كل المؤسسات اللي في البلد، ياريت يبقى المدير او الرئيس يقبلوا مساعدة ست كويسة، يعني ست تقدر تساعده فعلا. تمام. يعني هتفرق كتير قوي، اصله كل مؤسسة زي بيت كبير. كويس. فلو في ست شاطرة ممكن تساعده اكتر على النجاح، لكن مجتمع ذكوري خالص في اي مؤسسة لازم هيبقى فيه نقص حاجات. دكتورة ميرفت انا بشكر حضرتك بوجودك النهاردة معنا، وعلى وعد ان شاء الله حضرتك في الفقرات الجاية والحلقات اللي جاية تكوني على الاقل مرة كل شهر معنا. بشمهندسة ميرفت اتمنى مشاركة حضرتك وتكوني موجودة معنا، شرفتونا النهاردة. عبير النهاردة كان يوم حلو، وانتي كمان ورايا سلمى. اشكركم اصدقائي، واستنونا الحلقة اللي جاية والاسبوع الجاي قبل المعدة بساعة مع كل الناس نيوز. كان معاكم محمد هاشم، بشكركم وبشكر ضيوف الجمال النهاردة، وانتظرونا مع مفاجآت ومسابقات جديدة الأسبوع اللي جاي. شكرا وتحياتي.